يا رب العالمين انصر أهلنا في فلسطين، انصر أهلنا في فلسطين، اللهم امددهم بمدد من عندك، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم لا ترفع لأعداء هذه الأمة راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم للعالمين عبرة وآية يا رب العالمين. شهدت خطب صلاة الجمعة بمساجد العاصمة طرابلس اهتماما بالغا بالقضية المحورية للأمتين العربية والإسلامية، قضية فلسطين ووقوعها في ظلمات الاحتلال الصهيوني واتخاذ القدس عاصمة لدولة الاحتلال بمباركة أمريكية، جاءت أخيرا بعد وصول ترامب إلى سدة البيت الأبيض بدعم يهودي وصهيوني، ما أشبه وعد بلفور بوعد ترامب، فكلاهما إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق. فما كانت فلسطين العربية ملكا للبريطانيين ورثوه عن آبائهم وأجدادهم ليعلنوا أن فلسطين أرضا لليهود، ولا كانت القدس إرثا للأمريكان ولا من ممتلكات ترامب الخاصة حتى يقرر أن ينشئ عليها سفارة لبلاده. القدس عربية عبر تاريخها، إسلامية لكل أصحاب الديانات الملتزمين بدينهم والسائرين على نهج أنبيائهم، هكذا كانت وكذلك ستبقى حتى وإن كانت تحت يد الاحتلال، ولن تستطيع أمريكا ومن ورائها دول العالم مجتمعة أن تغير شيئا من تاريخية القدس أو الأقصى. غضبة لله ورسوله، غضبة للأقصى، الأقصى ينادي، الأقصى يصرخ، ويكم يا بغل ويكم جنبيين، ويكم يا أحرار ويكم من أجل الأقصى، الأقصى ينادي، الأقصى يحد، الأقصى حديد، الأقصى. تلك رسالة إلى العالم أبلغتها مساجد طرابلس وشوارع العاصمة، كما هي مساجد بقية بلاد المسلمين التي لا تدين بالإذعان لترامب وبقية الحكام العرب الذين يتصرفون كشركاء للولايات المتحدة في نشر السلام على الطريقة الأمريكية، فيما يستعد بعضهم لاستقبال الفرق الغنائية على أراضيهم احتفاء بالعام الجديد بعيدا عن قضايا الأمة وهمومها. وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار، سنحرر أرض الأحرار ونعيش الظهر إلى القدس من بعد الذل والنار.